شيخ، السؤال: ما هو القول الراجح في مسألة قتل الحر بالعبد؟ إذا قتل الحر العبد هل يقتل فيه شيخ ولا؟ القول الراجح هنا قول الله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا فضل لعربي على عجمي. وقول الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهذه العمومات وأشباهها تدل على أن الحر يقتل بالعبد، كما أن العبد يقتل بالحر. وليس هناك نصوص تدل على أن الحر لا يقتل بالعبد. عرفت كما فهمها الحر بالحر؟ ومع ذلك لو قتل العبد حرا قتل به. لكنه نفس، ولهذا تجب الكفارة في قتله خطأ. نعم.